لدى استقبال سموه لعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب، هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء النواب بالفوز الكبير الذي حققوه بثقة الشعب فيهم، وهنأ سموه شعب البحرين على اختيار هذه النخبة من رجال ونساء البحرين لكي يمثلوهم في بيت الشعب، مؤكدا سموه بأن مجلس النواب سيجد منا كل العون والدعم والمساندة، وأن سموه على يقين بأن الحكومة ستجد دائما الحلول الأفضل لأي أمر مع مجلس النواب شريكها في المسيرة الوطنية، منوها سموه بأن الأوضاع الإقليمية والدولية تتطلب تأمين استقرار بلادنا واستمرار تنميته، مؤكدا سموه أن أولوياتنا المشتركة يجب أن تكون هو الحفاظ على كرامة المواطن ومعيشته. وقال سموه إن المواطنين الذين هبوا لنداء الواجب بمشاركة غير مسبوقة في الانتخابات يستحقون أن تكون الموضوعات التي تهمهم تشريعيا ورقابيا هي أولوية في عمل مجلس النواب، وسيجدون من الحكومة كل الدعم والمساندة في ذلك، فكلنا نعمل على الاستجابة لطموحات شعبنا العزيز في العيش الكريم بما يليق به من كرامة وعزة، وبقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ستظل البحرين واحة العطاء والعزة والكرامة والأمن والاستقرار. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أعضاء مجلس النواب الذين قدموا للسلام على سموه. وخلال اللقاء قال سموه للنواب: إننا نرى فيكم شبابا منفتحين للعمل الوطني ونجاحكم يفرحنا، وأن وجود هذه النخبة المتميزة من الشباب والنساء الذين فازوا في الانتخابات هي بشرى خير لتحقيق المزيد من التقدم والنماء للبحرين وشعبها. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن باب سموه مفتوح أمام النواب، فتعاوننا مطلوب ويجب أن يتحقق قولا وفعلا لتكون نتيجته لصالح المواطن، فوقفات هذا الشعب ومواقفه تستحق منا حكومة ونوابا العمل بكل تفان لخدمته، منوها بأننا حافظنا على المواطنة من خلال أبناء البلد ونجحنا في ذلك، فلا أحرص على الوطن وخدمة مصالحه من أبنائه. وقد أعرب أصحاب السعادة النواب الذين تشرفوا بالسلام على سموه عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أبداه من حرص للتعاون الحكومي التام مع مجلس النواب لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. ونيابة عنهم أكد سعادة النائب عادل عبد الرحمن العسومي أن أساس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي رعاية سموه لهذا التعاون وتوجيهات سموه الكريمة بدعمه وتنميته، ما جعل الحكومة ومجلس النواب فريق عمل واحد لخدمة الوطن وشعبه.